نضربه على السكه رم شنطه على السكه تعالى حق قول لي بس اسعار الحاجات الخاصه بالسبوع والاعياد الميلاد وكده. في زينه في تعليق في بالون اسعارها بتبدا بقى متناول من اول 15 جنيه لحد انت طالعه. في حاجات ب 7.5 حاجات ب 10. في حاجات زادت الايام دي يعني سعرها؟ في سعرها كمصري ولا مستورد؟ ما ده او ده. لا في حاجات بتزيد طبعا يعني التصنيع بيزيد. زادت نسبه قد ايه؟ مش كتير انا 10% 15%. المستورد زاد 3 اضعاف او 4 اضعاف كمان يعني مش اقل. لا ده زاد يعني حاجه ام 5 بقت النهارده ب 20 جنيه 18 جنيه. على حسب سعرها كل تحفه لها سعر. طب المصري والمستورد يعني في حاجه تروح من كام لكام؟ كده على بعضيها كده مثلا الداسه بتعمل 48 جنيه في حاجه زي كده مثلا الداسه بتعمل 108 في حاجه زي كده الداسه بتعمل 150 على حسب. النسبة الأول كان المستورد من حوالي 3 4 شهور يعني مثلا 2 جنيه ونص. دلوقتي المستورد بقى بحوالي 7 جنيه والمصري هو اللي بقى ب 2 جنيه ونص. بس ماشي. هو ايه اللي بيحصل؟ أسعار الشموع بتبدأ من أساس المشتري ب 15 جنيه. لا 45 جنيه. ايه الاشكال الجديده؟ ده المصري ولا المستورد؟ ده المصري. طب المستورد؟ لا المستورد النهارده عامل 48 جنيه. البيت المستورد شنطه. دي حاجه زي كده عامله 60 جنيه. بس.